السلام عليكم متابعاتي الأمارات، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة جايلكم بمجموعة أفكار لإعادة تدوير علب الزبادي أو علب الياغورت بكل الأشكال والأحجام زي ما انتوا شايفين كده، وإن شاء الله كلها أفكار جديدة وسهلة وبسيطة. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله.
وبكده اكون خلصت فيديو النهاردة. يا رب كل الافكار تعجبكم، ما تنسيش تدعميني باللايك والشير، ولو اول مرة تدخلي قناتي ما تنسيش الاشتراك وتفعلي الجرس علشان يوصلك الجديد.